التقينا بهالعائله الحلوه نتجنن نتعرف عليها انا وياكم. اول شيء كلكم مساء الخير. مساء النور. شلونكم؟ وين منو ابدين؟ اويلي. يلا اول شيء عرفينا عن نفسك. اسمي امنه. يا اهلا وسهلا امنه. شكرا. اي مرحله دراسيه امنه؟ سادس ابتدائي. شلونك بالدراسه؟ زينه. احكي لنا الصدق. والله شاطره. لو شاطره وهسه وقت امتحانات حتجي امتحانات غير المفروض تراجعين شو تسوين بالمول؟ شنو حابه تكونين بالمستقبل امنه؟ اني احب اصير محاميه. ايش معنى؟ ما ادري، هيك احب المحاماه. تشوفين نفسك قويه وتقدرين تكونين محاميه؟ ايه. حتكونين ويا الحق ولا تدافعين عن المراه لو عن الرجل؟ اكيد عن المراه ادافع. فدوى لعينك، فدوى لعينك. شلون الحلو؟ زينه. شنو اسمك؟ ملك. ملك يا صب. خامس. شلونك بالدراسه؟ زينه. شنو حابه تكوني لما تكبرين؟ دكتوره. دكتوره شنو؟ اسنان، تجميل، مال اطفال. يا كيوت انت، يا كيوت. مساء الخير. مساء النور. تعالي هسه امنه خليه يجي هو وبعدين نرجع نسولف انا وياك. مساء الخير. مساء النور. شلون الصحه والعافيه؟ الحمد لله. عرفني عن نفسك. ياسر. يا اهلا وسهلا ياسر. ياسر اي صف؟ ثاني. متوسط؟ اي. شلونك بالدراسه؟ زين. اكيد. والله. اوكي. شنو حاب من تكبر تصير؟ بالجيش. داري يا تعبانه بالجيش. تعالي. شلون؟ احسن. احسن؟ احسن. تشوف بيها مستقبل اليك؟ اي. متفقين. تجيني؟ مساء الخير. مساء النور. شلون الصحة والعافية؟ الحمد لله. تعرفني عن نفسك؟ سجاد. يا اهلا وسهلا سجاد. سجاد اي صف؟ اعدادية. شنو حاب المستقبل تكون؟ ان شاء الله ضابط. ايش بيكم؟ شكو؟ والدكم شنو يشتغل؟ ابوي مذيع كوفي. اوكي، يعني ما له دخل حتى بالجيش. لا لا هو كان. اها. نحن يقولون اللي يكون بالجيش عصبي، صدق؟ لا. اكيد مو كلهم. لو عيال هادئ طبعا. انت بنيه يكون هادئ وياك، لان دائما البنيه حبيبه ابوها وتظل مظلايم على الشباب، بس الام تحب الولد، صح؟ زين منو بيكم المفضله مال ابوها؟ اعترفوا. زين بيها مجال نتعرف على ماما؟ مساء الخير. مساء النور. دول قلبك هلا بيك. يحفظ لك اياهم. الله يسلمك. الله يخليك. دول قلبك. الله يسلمك. تعرفيني عن حضرتك؟ انا اسمي ايناس. همينه مثلي؟ والدة سجاد وامنه. اوكي، وبقيه الشباب؟ يعني قرايبنا بتعمتها وابن عمتها. حلو. دول قلبك. وهذا الجمال العنوني. الو. ما شاء الله، ربي يحفظه ويخليك. حضرتك ربيت منزل او موظفة؟ خريجة معهد. نعم. بس ما توظفت، يعني تفرغت لاولادي والبيتي. طيب هسه لو تسنح لك الفرصة انه تمارسين مهنتك او عملك؟ لا لا، حبيتي موضوع العائلة؟ بيتي وعائلتي واطفالي. اي، ربي يحفظ لك. بدون قلبك الله يسلمك. بس مهما يكون تبقى شهادة سلاح. اكيد للمستقبل. أي. للزمن. اكيد. صحيح صحيح. طيب شنو هوايتك؟ طبخ. يا ويلي يا ويلي يا ويلي، شو مزموس مان. طيب شنو اكثر اكله انت شاطره بيها؟ شو تريدين اطبخ لك؟ عادي، برياني، الدولمه، ورق العنب، كل شيء. حلو حلو. شلون اكل ماما؟ طيب. والله حتى طيب من المطاعم. برمضان ايش دلعتكم؟ مو رمضان اشكال والوان. طيب مثلا حاولتي تفكرين مثلا انه تفتحين كمشروع اكل؟ لا ما عندك وقت. لا ما عندي وقت. طيب فكرت تجربين مثلا اكلات مو عراقيه؟ مثلا مصريه، سوريه؟ لا لا ابدا. لا ابدا ابدا، عراقيه بحت. مو دهين. دهين العراقي يقول على اكل الدهين. الله يحفظك ياهم يا رب. الحلو ما تعرفنا عليه. عباس. هلا عباس. يا صف انت عباس؟ خامس. يا شنو حاب انت تكبر الصير؟ طيار. الله، واخيرا واخيرا واحد مو في الجيش. امنه شلون هي علاقتك ويا بابا؟ منو اكثر تلجين الى ماما لو بابا؟ الحمد لله عاد ابوي. شفتوا يا ناس، شفتوا؟ وزين والولد وين يروحون؟ الماما صح؟ الولد للام. مو؟ اي. احكي لنا يا دلوعه البابا، شط ايش قد طاش ايديه؟ 10. قليله. ايش قد طاش ايديه؟ اني؟ اي 5. نرجع على 10 احسن. طيب منو بيكم صوته حلو؟ انا شعر مو غناء. اي يلا لا عاد تشعرين. يلا
كثر ما حاب اسمك وعشق عيونك وياك التفت لمن يصيحونك، اكو بقلبك سواد مطبوخ عيونك، واكو بنيتي بياض ابيض من سنونك، واكو شامة برقبتك من يرخصونك، تغليك وتغليهم اللي يشرونك. يا مي يا عذب يا ما ادري شلونك، بديجت جبتك انطيتك للي يعطشونك، لكن سم بقلبهم من يشربونك. الله صحيح. الفيديو اكو لقطه صممتها لابويا. حلو والله. عليها اعتاب. ها عنده شامه يعني. اي اي. طبعا انتم ويانا برنامج اربح مع زغروسي، منح جائزه قيمتها 10 مليون دينار ويا رب تفوزون. طبعا بي سؤال وبي عده خيارات. اولا اذا ربحت ال 10 مليون شنو تسوي بيها؟ هي هواي. يعني من هاي الهوايه ايش حتسوي بيها؟ اول شيء اسوي اروح الباب الشيحجي. شو تسوي؟ السوق العسكري. تروح تشتري هسه ملابس؟ لا اجمع علامات قطع عسكرية. لا 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 يعني كلش حاط الموضوع ببالك. يلا ان شاء الله تربح ويانا. اذا ربحت ال 10 مليون شو نسوي بها؟ نفسي. اويلي عليكم اويلي عليكم. اذا ربحت ال 10 مليون شو تسوون بها؟ اروح اتسوق من المحلات. ايش تشترين؟ ايش تسوقين؟ يعني اشتري ملابس وهاي؟ ملابس تليفون؟ كل شيء. كل شيء كل شيء؟ ويلي يابا. إذا ربحتي 10 مليون شنو تسوون فيها؟ 15 برو ماكس. ويزود اشترى؟ ويزود أكيد اشترى هدية لأمي ولأبويا. اشترى ذهب لأمي. يا عيني يا عيني. شوفي تبقى البنوتة حنينة وحبيبة. مو؟ إذا ربحتي 10 مليون شنو تسوون فيها؟ والله أوفرها يعني الجهالي. مو ماكو غيرها. ماكو غيرها. إذا ربحتي 10 مليون شنو تسوون؟ أعطيها لأبويا. شو مو الماما؟ زين ما تخاف ماما تزعل؟ شنو شو تريد؟ شو تريد؟ شنو هاي؟ الله يحفظكم يا رب. عندكم سؤال وفي عدة خيارات فلا تستعجلون بالجواب. السؤال يقول من المطرب العراقي الذي لقب بصوت الأرض؟ خيارات ناظم الغزالي، رياض أحمد، ياس خضر. شو تقول؟ ياس خضر. تتباوع شنو؟ لا والله ما باوع. شو تقولين؟ ياس خضر. رياض أحمد. ياس خضر. ياس خضر. لا أعتقد ناظم الغزالي. نفس ما تفضل العزيز، يعني أنت المفروض تلقفوها من أقول لك تتباوع يعني جاوبني صح. ياس خضر. طبعاً كل السعيدة ثقت بكم وتشرفت بكم ويا رب أشوفكم أعلى المراتب وناجحين في حياتكم. ضابط بضابط. كابتن طيار. دكتورة مال بوبوية. محامية. محامية. والشيف يحفظ لك ياهم ويخلي لك ياهم يا رب. كل سعيدة التقيت بكم وشرفت وياكم وراح انطيكم الجوائز وان شاء الله يا رب تفوزون ويانا بسحب. مشاهدينا الكرام خليكم ويانا نكمل ويا بقية عوائلنا.